بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة، معاكم الدكتورة هناء أحمد خليل، مدرس شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. إن شاء الله النهاردة يا أبنائي، إحنا طبعا في المحاضرات السابقة شرحنا الفصل الأول وسياسة الأجور وتقييم أداء العاملين، وآخر محاضرة كانت معانا في المدرج التدريب. يبقى كده 4 فصول. النهاردة الخامس، تخطيط القوة العاملة. والموضوع ده موضوع مهم جدا جدا، إزاي نخطط للقوة الإيه العاملة، لأن احنا عارفين دايما في أي منظمة بيبقى في عرض وطلب. فأنا بقول النهاردة أنا معايا فرقة التالتة شعبة إدارة ومحاسبة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، المادة إدارة الأفراد. معاكم الدكتورة هناء أحمد خليل. إحنا طبعا عندنا نقاط أساسية موجودة عندنا في زي ما إحنا متعودين في المدرج مع بعض، إن إحنا عندنا طبعا نقاط أساسية وموضوع اللي أنا بشرحه. والنهاردة بقول تخطيط القوى العاملة. كلمة تخطيط هي بتعتبر وظيفة أساسية من وظائف الإدارة. تعرفين وظائف الإدارة؟ تخطيط، تنظيم، تنسيق، رقابة، متابعة. كلمة تخطيط هي بتعتبر أهم وظيفة من وظائف الإدارة، خلي بالكم، لأنه لسه لغاية الآن بتكلم عن العنوان، بقول تخطيط القوى العامة. مصطلح تخطيط هو إيه؟ أهم وظيفة من وظائف الإدارة، وهي إيه؟ رسم السياسات وتحديد المهام والتنبؤ بالمستقبل حسب الاحتياجات الايه البشريه والماديه. ده ايه كتعريف كلمه تخطيط. تعرفون التخطيط في كل منظمه مهم جدا، خلي بالكم يا ابنائي معايا. احنا عارفين في محاضرات سابقه، او انا شرحت في محاضرات سابقه، ان العنصر البشري اهم عناصر العمليه الانتاجيه. انتوا عارفين دي وجهات نظر، يعني في وجهه نظر بتقول كده ووجهه نظر بتقول مثلا ان المال اهم عناصر الايه العمليه الانتاجيه، لكن انا بقول زمان وبكرر لكم مره اخرى ان العنصر البشري اللي هو الانسان اهم عناصر العمليه الايه الانتاجيه. مفيش اي عمليه انتاجيه بدون انسان. يعني احنا ممكن نكون عندنا امكانيات بسيطه، ماشي، ممكن نعمل اي عمليه انتاجيه، بس بدون انسان لا، ما ينفعش طبعا. خلاص، كلمة تخطيط للقوى العاملة ده علشان أعرف إيه هو عنواننا، إيه هو العرض والطلب، ولابد يكون في توازن بين العرض والإيه والطلب، خلي بالكم. طيب أنا النهاردة بتكلم عن الإيه تخطيط للقوى العاملة خاصة بالقوى البشرية القادرة على العمل. تعرفين إحنا عندنا قوة مدربة قادرة على العمل، اللي هي تعتبر فئة إيه؟ يعني إحنا ما نفكر كده، الفئة دي بتعتبر فئة إيه؟ فئة الصغار، فئة الشباب، فئة الناس اللي هم المراهقين، فئة اللي هم اللي في سن التقاعد. ها نختار كده في أنهي فئة؟ الفئة الشباب. يبقى الفئة الشباب هي القوة المدربة القادرة على العمل. عشان كده مفروض ان احنا نعمل تخطيط للقوى العاملة عشان نعرف يبقى في عندي توازن بين العرض والايه والطلب. طب ليه احنا من اسباب الاهتمام بتخطيط القوى العاملة؟ ليه احنا بنهتم بيها؟ ليه؟ اسبابها ايه؟ اعتقاد هذه الدول بوجود وفرة في العمالة تفوق احتياجات من القوى العاملة. يعني دايما اكتر المجتمعات تقول احنا عندنا وفرة في العنصر البشري. طب هنعمل ايه؟ نوزعه ازاي؟ نوديه فين؟ في الداخل او في الخارج؟ عشان كده بقول لك اسباب الاهتمام ايه بتخطيط القوى العاملة. رقم واحد، احنا عندنا وفرة في القوى العاملة. رقم التاني، دايما ننظر القوى العاملة انها مجتمع متجانس، يعني ممكن اي واحد يلبي احتياجات اي وظيفة، يعني ممكن واحد مكان واحد. ما ايه هل ينفع؟ ممكن ينفع في وقت معين للاحتياج، لكن عشان انقل فرد من مكان الى مكان اخر لابد ان انا ادربه على العمل الجديد عشان يكون قادر على العمل. يبقى احنا كده بنتكلم عن ان بقول ان مجتمع متجانس بيلبي كل منهم احتياجات المشروع. التالتة بقى ومهمة أوي، النظرة السطحية. النظرة السطحية ديت إن بيقول لك طبعا باعتبار إن القوة تتميز بالوفرة، فمش مبرر، مفيش يعني إيه مبرر إن إحنا نعمل عملية تخطيط، إحنا عندنا وفرة كتير جدا مش لازم عملية تخطيط. لا، دي نظرة سطحية.
خلي بالكوا لو مفيش اي عمليه اداريه بدون تخطيط، لان انا قلت من شويه ان التخطيط هو اهم وظيفه من وظائف الاداره، فعشان كده بتعتبر اهم وظيفه، لابد ان احنا عمليه نخطط. لكن اما ننظر نظره سطحيه، ننظر نظره سطحيه للقوى العامله، طبعا ما ينفعش. لازم ان احنا نهتم بايه؟ بتخطيط القوى الايه؟ العامله. طيب احنا عندنا عنوان اساسي ابنائي في الفصل ده عن تخطيط القوى العامله. يعني ايه تعريف القوى العامله او تخطيط القوى العامله؟ عندنا تعريفات متعدده خلي بالكم، والتعريفات دي ممكن تجينا في السؤال الصح والغلط او الاختياري، او ممكن يكون والله اعلم الامتحانات في المعهد هيبقى عندنا اسئله مقاليه. خلي بالكم لازم نذاكر كويس جدا كاني هتمتحن في المعهد بالظبط، يعني مش ان انت بتستحق الاسئله وانا قلتها في المدرج النهارده، تقول خلي بالكم احتمال يكون في الامتحان في المعهد يبقى عندي اسئله مقاليه، فانت تذاكر الموضوع كله على بعضه ماشي، بجانب العبارات الاسئله اللي انا بقولها طبعا في الصح والايه والخطا والاختياري. طب ايه مفهوم تخطيط القوى العامه؟ مفهومه يعني ايه؟ هو احد الاساليب الاداريه للتنبؤ بالقوى العامه القادره على العمل والراغبه فيه كما وايه وكيفا، سواء على المستوى القومي او على مستوى منظمات الانتاج او على المستوى القومي. تحتاج القوى العامله بالمجتمع الى خطه واقعيه. يبقى نقولها ببساطه افضل من كده، يعني نبسط الموضوع شويه. تخطيط القوى العامله يعني ايه؟ احد الاساليب الاداريه للتنبؤ بالقوى العامله القادره على العمل والراغبه فيه فقط، ده تعريف القوى العامله. طيب ايضا نقول، طيب يعني ايه تعريف برضو تخطيط القوى العامله؟ ترجمه خطط واهداف المنظمه الى متطلبات كميه ونوعيه من الافراد. احنا دايما احنا قلنا طبعا في اي منظمه في خطه وخطه واهداف، فلابد نترجم الحاجات دي كلها علشان نقدر نوصل للي احنا عاوزينه. خلاص طبعا، وفي الاول خالص قلت هي احد الاساليب الاداريه للتنبؤ بالقوه العامله القادره على العمل. لابد ان انا البي احتياجات المنظمه ويبقى في توازن في العماله داخل المنظمه، ما يبقاش عندي زياده في مكان وناقص في مكان تاني، ما ينفعش. يبقى عندي كل وظائف، مثلا عندنا وظائف متعدده او تخصصات متعدده، تخصص مثلا في عدد كبير جدا جدا والتاني عدد قليل، ما ينفعش. فلازم ان انا اعمل عمليه توازن بين العرض والطلب. طيب بعد كده بقول ايه؟ تعريف اخر لتخطيط القوى العامه هي تحديد الاحتياجات المستقبليه من الافراد اللازمين لنجاح المنظمه من حيث العدد والمهارات المطلوبه. اقول تاني، ازاي احدد الاحتياجات المستقبليه من الافراد اللازمين لنجاح المنظمه؟ من ايه؟ من حاجتين، العدد والمهارات. تعرفين احنا مثلا في المستقبل مثلا من خلال سنه يبقى في ناس على المعاش، في ناس مثلا خلال سنه في مرضى، علشان كده المفروض اي منظمه بتعمل ايه؟ لابد انها تحدد الاحتياجات المستقبليه، في بعد سنه هيحصل ايه، بعد 6 شهور هيحصل ايه، يعني العدد هيكون كافي ولا مش كافي. فعشان كده ان احنا مفروض في اي رئيس عمل مفروض يبقى عنده احتياجات مستقبليه من الافراد، تحديدهم تحديد خلي بالكم، علشان ايه؟ يبقى في نجاح لايه؟ للمنظمه. لان فجاه يبقى في مجموعه على معاش، فجاه في ناس مثلا مرضى، فجاه كده يبقى في اماكن خاليه جدا جدا، طب مين اللي هيقوم بالعمل؟ فعشان كده بقول ايه؟ لابد تحديد الاحتياجات المستقبليه من الافراد اللازمين لنجاح المنظمه. طب نقول تاني تعريف اخر، بالكم التعريفات دي مهمه جدا علشان ممكن في العبارات الصح والغلط والاختيار. هي ايضا عمليه التنبؤ التي تقوم بها اداره الافراد لتحديد ما تحتاجه من كوادر بشريه مختلفه كما ونوع في الوقت المناسب. خلي بالك برضو في الجزء ده قريب قوي من التعريف السابق، ان احنا بنقول عمليه التنبؤ، انا بتنبأ بايه؟ اعرف بعد شهر او 2 او 3 او بعد سنه انا محتاج العدد من العماله قد ايه. طيب محتاج لكوادر بشريه ذات مهاره عاليه في حاجه معينه، مفروض ان انا ابقى كان عامل ايه حسابي على ايه العدد، يبقى فيه توازن. طيب نقول ايضا تخطيط القوى العامله، يعني ايه كلمه تخطيط قوى العامله؟ هي عمليه التاكد من توافر الاعداد من النوع المناسب من الافراد في المكان المناسب وفي الوقت التي يكون هناك حاجه اليه. خلي بالكوا دي مهمه قوي الحته دي، بقول ان انا اتاكد ان انا رئيسه عمل اهو في اي منظمه،
ان في توافر اعداد من النوع المناسب من الافراد، انه هل ذكر ام انثى، طب وظيفته ايه بالظبط، ووضعه في المكان المناسب. اي انا نقولها باسلوب اخر، ان هو وضع الفرد المناسب في المكان الايه المناسب. نبدا نقطه اخرى يا ابنائي، احنا اتكلمنا دلوقتي عن مقدمه في الاول، وبعدين كده اتكلمت ايضا عن تعريفات متعدده لعمليه تخطيط القوى العامه. وتعرفين انا بركز على المفاهيم جدا، ليه؟ لان بيوجد خلط في استخدام المفهوم. ممكن استخدم حاجه مكان حاجه اخرى، ينفع؟ طبعا ما ينفعش. فعشان كده بقول ايه، لابد ان انا اركز شويه على المفاهيم، علشان بيوجد خلط بين الباحثين، مش الكل، البعض، في استخدام المصطلح. ننتقل الى نقطه اخرى، اهداف تخطيط القوى العامه. طبعا اي حاجه في الدنيا لها اهداف، بس ممكن تكون اهداف عاليه جدا، ممكن تكون اهداف متوسطه، ممكن تكون اهداف ايه ضعيفه، لكن مفيش حاجه بدون هدف، حتى لو هدف بسيط لكن فيها هدف. طيب الهدف الاساسي لتخطيط القوى العامله ايه؟ مخطط للقوى العامله، تحديد الحجم الامثل للقوى العامله لازما للمشروع. الهدف الاساسي ايه؟ ان انا يكون عندي عدد مناسب لاي مشروع داخل المنظمه. طيب احدد بعض النقاط الاساسيه اللي موجوده عندنا اهداف تخطيط القوى العامله. رقم واحد، مساعده منظمات العمل من اكتشاف النقطه الحرجه. طبعا في حاجات ممكن تكون مثلا فيها خطر شوي او ازمه، زي احنا دلوقتي في ازمه الكورونا، فجاه يقول لك مثلا ايه كل المحاضرات اونلاين، وممكن يقولوا ان المحاضرات نص، زي ما احنا في الوقت الحالي العام الماضي الترم الثاني كان كله اونلاين. في الوقت الحالي في الترم الاول في هذا في العام ده 2020 2021، نص كده ونص كده، نص اونلاين ونص محاضرات. طب والله اعلم بعد كده هيكون ايه. فعشان كده بقول لك ايه، مساعده منظمات العمل من اكتشاف النقطه الحرجه، واقصد بالنقطه الحرجه اللي هي الازمه، والازمه اللي هو الحدث المفاجئ. خلي بالكم، الحدث المفاجئ لابد ان اي منظمه تكون عامله حسابها للحدث المفاجئ. رقم اتنين، تحقيق التوازن بين العرض والطلب من الموارد البشريه، وده مهم جدا يا ابنائي، ان انا احقق التوازن بين العرض والطلب. يعني انا محتاج لوظيفه معينه عدد معين، يبقى متوفر عندي العدد مثلا 10، يبقى توفر 10، 20 يبقى 20، 30 يبقى 30. طيب انا مثلا عاوز عدد معين في وظيفه معينه، مثلا 5 مثلا، طيب انا هحط في المكان ده 10 او 20 او 30 او 100، طبعا لا يبقى عندي في زياده، فلابد العدد المناسب في المكان المناسب وحسب المهارات ايه اللي بتحتاجها المنظمه. رقم التالي اللي بعده، تحسين الكفاية الإنتاجية للتنظيم. طبعا احنا وليد احنا عارفين ان احنا اتكلمنا الوقت عن التخطيط اللي هو اهم وظيفة من وظائف الإدارة. هنتكلم نقطة اخرى يا ابنائي عن التنظيم، والتنظيم تاني وظيفة من وظائف الإدارة. وهو ايه التنظيم؟ تقسيم العمل بين الافراد حسب التخصص، اي وضع الفرد المناسب في المكان الايه المناسب. يبقى عملية تحسين الكفاية الإنتاجية للتنظيم، ويعمل التنظيم بكفاءة إذا سمح بإيه بقصور أو زيادة في العمالة. خلي بالكوا لازم العملية التنظيمية دي مهمة جدا، والعملية التنظيمية دي يبقى فيه توازن في العرض والطلب. العرض يعني إيه كلمة عرض وطلب؟ إن أنا ما يكونش عندي آخد بس احتياجاتي من العمالة، ويعني إيه ويبقى فيه توازن في كل الوظائف داخل الإيه المنظمة. بعد كده يقول إيه الاستخدام الأمثل للعنصر البشري. خلي بالكم يا اولاد ان العنصر البشري ده هو الانسان، وانا قلت من شويه ان الانسان اهم عناصر العمليه الانتاجيه. الانسان اهم عناصر العمليه الايه الانتاجيه. فعشان كده بقول ايه الاستخدام الامثل للعنصر البشري، ان انا اضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الرقم اللي بعده، زياده قدره التنظيم على المنافسه من خلال التنبؤ. خلي بالكم المنافسه مهمه جدا في اي منظمه، بس ممكن تكون لها عيوب ومميزات. مميزاتها انها بترفع مستوى الاداء، طب عيوبها انها بتؤدي الى المشكلات والصراعات داخل المنظمه. يعني خلي بالكم انا بقول اي حاجه، اي حاجه داخل المنظمه او اي فكره جديده ممكن يكون لها عيوب ومميزات. طيب بعد كده تخطيط وضبط الترقيات والتغيرات الوظيفيه. تعرفين يا ابنائي ان في احنا ان شاء الله في محاضرات جايه او المحاضره اللي بعد كده ان شاء الله هناخد موضوع عن الترقيه.
فبقول ضبط الترقيات ان كل واحد بياخد حقه، عندنا واجبات وحقوق، فكل انسان داخل منظمة حسب ادائه السلوكي والوظيفي وقدرته على الابداع والابتكار بتتم الترقية. الانسان كلمة ترقية يعني الانسان بيحتل مركز اجتماعي اعلى، او نقول الانسان بينتقل من مرتبة ادنى الى مرتبة ايه اعلى، ده الترقية ماشي. فلا بد يكون عاملين فيه عملية تخطيط للترقية. الرقم اللي بقى بقول ايه، تقدير تكاليف الموارد البشرية واعادة الموازنة الخاصة. لابد ان انا اعرف اي حاجة داخل المنظمة هتتكلف قد ايه، ليه دي طبعا ده ايه ده يعني تندرج تحت عملية التخطيط، ان انا الموازنة بتاعتي قد ايه، هتكفيني لغاية قد ايه، 6 شهور، سنة، تعرفين عندنا التخطيط ممكن يكون طويل الاجل، متوسط الاجل، قصير الايه الاجل ماشي. طيب بعد كده عندنا مواجهة الاحتمالات الفنية والتقنية والاجتماعية كالتغيير في الآلات. احنا دايما عندنا احتمالات ممكن نغير حاجات فنية داخل منظمة، التقنية اللي هي المهارة، ممكن أيضا الجانب الاجتماعي اللي هو تفاعل البيئة الداخل البيئة تفاعل الأفراد داخل منظمة أو تفاعل البيئة الداخلية مع البيئة الخارجية. الرقم الأخير إعادة توزيع العمالة في المنشأة. تعرفين الدول المتقدمة بتهتم جدا بوضع الفرد المناسب في المكان المناسب. إنسان غير قادر على عمل معين في مكان معين بينقل إلى وظيفة أخرى حسب الإيه التقييم. لكن إحنا هنا طبعا في المجتمعات النامية الإنسان بينتقل من درجة الخامسة للرابعة التالتة التانية الأولى، دي ترقيات وخلاص، بينتقل من درجة لدرجة حسب وقت معين. لكن في الدول المتقدمة دايما في إعادة توزيع للعمال، امتى؟ ممكن كل 6 شهور، 6 اشهر، او ممكن كل سنه، لما يحصل تقييم للعماله كل فتره من الناحيه الجسديه اللي هي الصحيه وايضا الايه العقليه، يعني الاثنين، هشوف هل غير قادر في الوظيفه اللي هو هيقوم بيها ولا لا، خلي بالكم. طيب رقم بعد كده، احنا اتكلمنا دلوقتي عن نقطه اساسيه، هنتكلم عن اهميه تخطيط القوى الايه العمل. رقم 1، تواجه المنظمات الحديثة تحديات تتمثل في تدبير العمالة الجدد سواء كان بالتشغيل أو دخول أنشطة جديدة. من ناحية أخرى تتطلب التغيرات التكنولوجية المستمرة تغيرات نوعية وكمية من قوة العمل. رقم اللي بعده، تعاني الكثير من المنظمات من المواجهة المفاجئة لمشكلات الفائض أحيانا والعجز أحيانا آخر. يبقى أهمية التخطيط عشان احنا عندنا تحديات، ليست تحديات على المستوى المحلي، لكن تحديات على المستوى المحلي والمستوى العالمي. تتمثل في ايه؟ ان انا يكون عندي عمالة قادرة على العمل في الوقت المناسب. خلي بالكم حاجة اخرى، عندنا تغيرات تكنولوجية، ممكن رئيسك في العمل يدخل آلات حديثة، فلابد ان يكون اي فرد داخل منظمة قادر على استخدام هذه الأدوات. ازاي امكن العاملين من استخدام هذه الادوات؟ افرض انا مش قادر، خلي بالك ان في بعض العاملين بيرحبوا بالتغيير والبعض الاخر بيقاوم التغيير. اللي بيرحب بيحاول يغير من حاله عن طريق مثلا التدريب او حاجات اخرى. طب فرد اخر ايه لا يرحب بالتغيير، بيقاوم التغيير، ما هي دي مشكله. طيب بعد كده بقول ايه، تعاني الكثير من المنظمات من المواجهه المفاجئه لمشكلات الفائض. فجاه عند فائض او عجز، يعني حاجه مفاجاه كده، ممكن حصل مثلا حاله وفاه، مثلا سفر احد الافراد، ممكن مثلا حاجات كثيره جدا. فعشان كده ممكن يحصل انا عندي عجز اعمل ايه ماشي. دي اهميه تخطيط القوى العامه. ايه عوامل تخطيط القوى العامه؟ رقم 1، علشان يكون عندي تخطيط سليم بيسهم في ايه؟ في سلامة ودقة التخطيط على المستوى القومي. طب ليه بقول المستوى القومي؟ المفروض اقول الاول المستوى المحلي وبعدين المستوى الايه القومي. دايما يا ولادي التخطيط السليم بيؤدي نجاح المنظمة، يعني دايما حتى المرأة في الأسرة لو بتخطط صح هتلاقي الأسرة ناجحة، لو بتخطط غلط هتبقى الأسرة ايه غير ناجحة. عشان كده بقول ايه، ان التخطيط بيسهم في سلامة ودقة ايه الدقة على مستوى الايه القوم.
الرقم اللي بعده، التنبؤ أيضا باحتياجات القوى العاملة بيساعد على إيه؟ تحديد مستوى الآلية في المشروع، طبعا عشان أعرف إيه، هل إن أنا ممكن أتوسع بالمشروع إلى حد من إيه، حد من إيه بالظبط. طيب أيضا تخطيط القوى العاملة بتساهم في إيه؟ رسم وترشيد سياسات برامج الاختيار والتدريب والنقل والترقية. ده عشان أتكلم عن الاختيار وأتكلم عن التدريب وأتكلم على النقل وأتكلم على الترقية على مستوى المنظمة، عاوزة 4 محاضرات. يعني النقل عاوز مثلا في محاضرة، ترقية محاضرة، تدريب محاضرة، برامج الاختيار ممكن تكون محاضرة أيضا. احنا طبعا في الأسبوع الماضي اتكلمت عن التدريب يعني محاضرة كاملة عن التدريب حوالي ساعتين. فعشان كده بقول يا ولاد أبنائي، وإن شاء الله المحاضرة اللي بعد دي إن شاء الله هتكون عن الترقية. يبقى أهم حاجة إزاي أعرف إن أنا يكون أهتم بالتدريب داخل المنظمة، لازم أهتم بالتدريب، خلي بالكم. وأنا اتكلمت عن التدريب عشان ما أكررش المعلومة تاني، أنا النهاردة اتكلمت أو في محاضرة، في المحاضرة في المدرج اتكلمت عن التدريب باستفاضة عشان ما أكررش المعلومة تاني. لكن هنا بالنسبة للترقية بقول الترقية إن الإنسان بينتقل من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى، أو الإنسان يحتل مركز اجتماعي أعلى. طب الرقم اللي بعده بقول لك إيه، تخطيط القوى العاملة بتسهم في إيه أيضا؟ في إعداد الموازنة التقديرية للوظائف والأجور. أنا مثلا الوظائف التقديرية دايما في وظائف معينة بقدرها ولازم أحط الإيه مجموعة معينة في مكان معين أو مكان المناسب. طيب وخلاص كده؟ لا، بحدد لها الأجور المناسبة. إيه أجرك المناسب في الجزء ده أو المكان ده؟ طيب أنا أيضا ما أكون أتنبأ التنبؤ الدقيق باحتياجات المنظمة من القوى العاملة بيسهم في إيه تاني؟ في تخفيض التكلفة الكلية للمنظمة. تعرفين إما يكون بخطط صح وتنظيم صح هيقلل الوقت والجهد والمجهود، الوقت والجهد والمال. خلي بالكم ما يكون عندي تخطيط سليم، تنبؤ بتاع تنظيم سليم، اللي هما يعتبر وظيفتين من وظائف الإدارة، ده بيساعد في ايه؟ تخفيض التكلفة. اتفقنا؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء ده. نبدأ يا أبنائي في جزء آخر، ايه هي بيانات تخطيط القوى العاملة؟ عندنا بيانات داخل المنظمة وبيانات خارج المنظمة. نركز مع بعض، عندنا بيانات داخل المنظمة وبيانات خارج الايه المنظمة. لما نتكلم عن البيانات داخل المنظمة، عندنا بيانات داخل المنظمة نقول عنوانها البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنظمة. طيب من خلال عدة نقاط، أول حاجة أهداف خطط المنشأة، التعديلات المنتظر إدخالها على هيكل التنظيم، مبادئ التنظيم، كفاءة القوى العاملة، معدل دوران العمل، الترقيات والنقل، حالة التقاعد، بيانات تتعلق بالعاملين، بيانات تتعلق بالإنتاج. دي يبقى داخل المنظمة ولا خارج المنظمة؟ داخل المنظمة. بعد شوية هنتكلم عن خارج الإيه المنظمة. طيب أنا بتكلم أول نقطة بقول أهداف وخطط المنشأة. دايما اي منظمه يا ابنائي عشان تكونوا عارفين كده، اي منظمه مهما كان مجالها او نشاطها هدفها الاساسي الربح او زياده المال. هقول لك بعض الناس يقول لك منفعه للمجتمع وبنساعد المجتمع والحاجات دي بتعتبر رقم 2، لكن الاساس في اي منظمه، انشاء اي منظمه هدفها الاساسي الربح او الزياده الانتاجيه. ماشي؟ يبقى احنا عندنا في اي منظمه في الداخل أهداف هدفها الأساسي الزيادة الإيه؟ الإنتاجية أو الربح. طيب الرقم التاني، التعديلات المنتظر إدخالها على الهيكل التنظيمي. دايما إحنا عندنا هيكل تنظيمي داخل منظمة أو وظائف، طبعا دايما بيبقى فيها تعديلات من وقت إلى وقت آخر. بقول التعديلات ديت على فكرة دايما كل 6 أشهر كل سنة في الدول المتقدمة، إحنا في الدول النامية قليل جدا لو حصل حاجة زي كده. عشان كده بقول المفروض وضع الفرد المناسب في المكان المناسب حسب إمكانياته الوظيفية والسلوكية وقدرته على الإبداع والابتكار.
ودي 3 حاجات مهمين جدا يا ابني وبكررهم اكتر من مره. رقم اللي بعده مبادئ التنظيم التي داخل المنشأة، اللي هو الاختيار بين المركزية واللامركزية. في فرق بين المركزية واللامركزية، خلي بالكم، او الاختيار بين التخصص او عدم التخصص. طب ازاي؟ عاوزين الاول نفهم يعني ايه كلمة مركزية واللامركزية. كلمة مركزية ان القرارات من ده مركزية، يعني ايه؟ من الرئيس الى المرؤوسين، مركزي. او هقول دلوقتي امثلة لها، اللامركزي بيشارك كل المرؤوسين في اتخاذ قرار. هقول لكم حاجة، مثلا بسيط، زي ما احنا عندنا مثلا 11 فرع على مستوى الجمهورية في الجامعة العمالية. طيب في جامعة عمالية في القاهرة اللي هي المركز الرئيسي، هو ده المركز الرئيسي اللي بيتخذ القرارات. وبعدين يبقى قرار هنا ايه؟ مركزي. تجي قرارات منين؟ من الايه؟ المقر الرئيسي للجامعة العمالية فين؟ في القاهرة. طب احنا بالنسبة لنا بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات كفر الشيخ، وفي قرارات تجي لنا من الوزارة يبقى مركزية، تتوزع على كل المعاهد على مستوى الجمهورية يبقى قرارات مركزية، ما اقدرش ان انا اتكلم فيها. لكن في قرارات لا مركزية اللي احنا ليه ايه؟ بنشارك فيها في عملية اتخاذ القرارات. يبقى احنا عندنا حاجات مركزية وحاجات أخرى لا مركزية، عشان نعرف يعني ايه مركزي ولا مركزي. رقم ما بعده كفاءة القوى العاملة الحالية والتغيرات المتوقعة حدوثها. دايما في أي منظمة يا أبنائي بتختار العدد المناسب من العنصر من العناصر البشرية للقيام بأي عمل ما، بتوفر فيه المهارة. طيب عشان يكون عندي مهارة لازم أدربه، يبقى عندي دورات تدريبية. فالدورة التدريبية التي تقيمها المنشأة لمجموعة من العاملين تنعكس إيجابيا بزيادة الإنتاجية. يبقى نعرف إن بعض المنظمات بتقوم بعملية التدريب للعاملين عشان تمكنهم من استخدام مثلا الأدوات الحديثة وزيادة الإنتاجية. نشوف حاجة أخرى تانية يا أبناء، معدل دوران العمل. يعني إيه معدل دوران العمل؟ هل العمل بيدور ولا إيه بالظبط؟ يعني كنت بسأل طالب بقول له يعني إيه دوران العمل؟ بيقول لي العمل بيدور، يعني مش فاهمة يعني، ما هو دوران عمل. دوران العمالة يعني إيه كلمة دوران؟ إحنا طبعا دايما بعض المنشآت بتعاني من نقطة أساسية، دخول أو خروج أفراد داخل منظمة، ناس بتدخل وناس بتخرج. طب ما بيكون عندي دخول وخروج كل شوية بيعمل مشكلة، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ دوران العمل. يبقى دوران العمل هو انتقال العامل من داخل منظمة الى خارج المنظمة، او انتقال العامل من وظيفة الى وظيفة اخرى داخل المنظمة، سواء كان خلي بالكم بصفة اختيارية او اجبارية. طب انت عارفة لما يكون مثلا رئيسك في العمل او يضايقك مثلا ينقلك من مكان الى مكان اخر عشان ايه؟ يقلل قيمتك ويقلل مهارتك في الوظيفه اللي انت بتشغلها. عشان كده بقول ايه؟ ان دوران العمل اللي هو انتقال العامل من مكان الى مكان ايه؟ اخر. الترقيه. انا قلت ان شاء الله المحاضره القادمه، المحاضره عندنا ان شاء الله القادمه هتكون عن الترقيه. يعني ايه كلمه ايه؟ ترقيه. الترقية وقلتها يعني شرحتها لحد ما من شوية، هو انتقال الإنسان من مركز اجتماعي أقل إلى أعلى. ماشي. طيب الترقية طبعا بتختلف، ممكن تكون بسبب الكفاءة، ممكن نقيم عن طريق الكفاءة فقط، ممكن يكون عن طريق الأقدمية فقط، ممكن أيضا يكون عن طريق الأقدمية والكفاءة الاتنين مع بعض. ماشي. بس لو كان الآدم هو الأكفأ يبقى مش هيحصل أي مشكلات داخل المنظمة. طيب الرقم اللي بعده حالة التقاعد. حالات التقاعد. حالة التقاعد تتطلب من المنشأة استبدال أفراد بأفراد أخرى. كلمة تقاعد يعني وصل لسن 60 مثلا. خلي بالكم مش كل وظائف إن الإنسان بيوصل لحالة التقاعد أو حالة اللي هو بيقول لك المعاش
يوصل لستين، في ناس بيوصلوا لخمسة وستين، خلي بالكم. يعني حالة التقاعد ديت ممكن في بعض المنظمات لستين فقط، وبعض المنظمات لخمسة وستين. في حالة التقاعد أو سن التقاعد بيختلف من منظمة إلى منظمة إيه أخرى. طيب الرقم اللي بعده، بيانات تتعلق بالعاملين. هنشوف بقى، تعالوا كده العاملين نقعد نتكلم معاهم شوية. العدد كل العاملين ايه؟ هل مناسب ام غير مناسب؟ إيه؟ يعني انا عاوز دلوقتي اجمع بيانات عن العاملين، اعرف عددهم قد ايه. الرقم التاني، اعرف سنوات الخدمة، تختلف برضو من فرد لفرد اخر، نرتبهم حسب سنوات الخدمة. ايضا توزيع العمالة حسب نوع الوظيفة، حسب الاقسام او الادارات، حسب القدم يعني الأقدم منهم، حسب الكفاءة، حسب الجنسية، حسب السن، حسب الدخل، معدل إصابات العمل قد إيه، الأجازات ورده، الأجازات، العقوبات، الغياب والتأخير والمرض. الغياب والتأخير والمرض. يبقى إحنا اتكلمنا عن بيانات خاصة بالعاملين. ننتقل لنقطة أخرى يا أبنائي، بيانات تتعلق بالإنتاج. ايه اللي هنتكلم عن الانتاج؟ ايه حجم الانتاج؟ حجمه قد ايه؟ حجم الانتاج قد ايه بالظبط؟ هل له قيمة عليا وسط دنيا؟ طب التكلفة بتاعته قد ايه؟ لان انتوا عارفين يا جماعة ان انا اعمل اي مشروع اعرف هل في خسارة او مكسب. في خسارة هدخل، في مكسب، في مكسب هدخل، في خسارة هخرج. عن طريق دراسة الايه؟ الجدوى. دراسة الجدوى هو معرفة مدى نجاح او فشل اي مشروع للمنظمة. نجاح هدخل، فشل اخر. بيانات ايه، بقول خلاص اتكلمنا عن التكلفة خاصة بالانتاج. بتكلفة العمل بقى، العمل دي قد ايه؟ هعرف تكلفة الانتاج الاول واعرف تكلفة العمل. طيب هل الانتاج في الوقت الحالي هيستمر بنفس المعدل ولا يبقى فيه تغيير؟ ممكن تغيير في الالات، تغيير في عدد العماله، فممكن يؤثر على عمليه الانتاج بالسلب او الايجاب، بالزياده والنقص. بعد كده بقول ايه، خاصه بالطاقه، بيانات خاصه بالطاقه الانتاجيه المتاحه. الطاقه الانتاجيه دي خاصه بالانسان والمتاحه في الوقت الحالي، هل تستمر؟ هل هيبقى فيه قصور بعد كده؟ هل يبقى فيه زياده؟ هل هيبقى في توازن؟ ايضا نقطة اخرى تتعلق بيا ابنائي، بالالات والمعدات والاجهزة والتوسعات المستقبلية. هل امكانيات المنظمة هتساعدني ان انا ممكن استخدم ادوات احدث مثلا احسن ولا لا؟ يبقى احنا اتكلمنا عن بيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنشأة. ننتقل إلى نقطة أخرى، المنشأة كنظام مفتوح تتقص، اللي هي بيانات التي يتم الحصول عليها إيه من خارج المنشأة. المنشأة كنظام مفتوح تتأثر بالمتغيرات البيئة المحيطة. طيب هنتكلم عن حاجتين، بيانات عن السوق، بيانات عن السكان، بيانات عن سياسة العمالة، بيانات عن التشريعات، بيانات عن التعليم والتدريب، بيانات عن الهجرة. ده خاصة بيانات خارج المنشأة أو المنظمة. تعرفين ممكن أقول منشأة، ممكن أقول منظمة، ممكن أقول إيه، مؤسسة أو منشأة أو منظمة. إيه البيانات التي يتم الحصول عليها من خارج المنشأة؟ رقم واحد، بيانات عن سوق العمل. أهم حاجة في سوق العمل أعرف إيه هو العرض والطلب سوق العمل، وهل المنظمة قادرة على انها تاخد احتياجاتها من عدد القوى العاملة عشان يبقى عندها توازن في العرض والطلب ولا لا؟ يعني في منظمات غير قادرة ومنظمات قادرة جدا بالنسبة للعرض والايه والطلب. طيب بعد كده السكان، في عندنا متغيرات خاصة
بالنمو السكاني، ومعرفة بقى عدد الذكور وعدد الإناث ونسبة الهجرة قد إيه ونسبة الوفيات قد إيه ونسبة المواليد قد إيه، كل ده لازم نعمل حساب. عاوزين نعرف يعني إيه كلمة نمو سكاني أو التضخم السكاني أو النمو الديموغرافي، كل ده مصطلحات بمعنى واحد. هو إيه؟ لابد يكون في توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة. يعني مثلا عند السكان احنا في مصر قد ايه دلوقتي؟ عارفين احنا عدد السكان اخر احصائيه للجهاز جهاز التعبئه والاحصاء، جهاز الاحصاء خاص بجهاز التعبئه والاحصاء، جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، اخر احصائيه كام لمصر عندنا كام؟ 104 مليون. طيب 104 مليون، واحنا بنقول احنا عندنا نمو سكاني او زياده سكانيه ليه؟ لان عدد السكان اكتر، ما عنديش موارد تكفي عدد السكان، فعشان كده بقول عندي زيادة سكانية ونمو سكان، ماشي. لكن في ناس كتير جدا يقولوا ايه ده احنا في مصر احنا عندنا موارد كتيرة جدا، يبقى كده ما عندناش نمو سكاني او زيادة سكانية. لكن انا بقول يا ابنائي احنا عندنا زيادة سكانية او نمو سكاني ناتج عن ايه؟ ها اسمع كده نفكر. سوء استغلال الموارد، سوء استغلال الايه؟ الموارد. يبقى يعني عرفنا كلمة النمو السكاني، ممكن اقول نمو سكاني، ممكن اقول النمو الديموغرافي، ممكن اقول الزيادة السكانية. يبقى كلها دي كلها مصطلحات بمعنى واحد. نقطة أخرى، بيانات عن سياسة العمالة في الدول وتعيين الخريجين. تعرفون كان زمان مثلا من فترة معينة كان الطالب يخرج يتخرج بيلقوا على طول مباشرة يجيله جواب التعيين، قوة العاملة يقولك جواب التعيين مباشرة. يعني أنا كنت في من 30 سنة أو من كام وتلاتين سنة اتخرجت، كنت الأولى على دفعتي، بعدها مفيش بعدها بكام يوم لقيت جاي جواب من التنظيم والإدارة تعيين في مكان ما. فطبعا كان فترة معينة ان يقول لك ايه خلاص الايه القوى العاملة موزعة الناس الدفعة دي تخرج، معمول حسابها قبل ما تخرج يكون معروف اماكنها فين. في الوقت الحالي ما بيحصلش كده، الواحد اللي هو اللي بيحاول يبحث عن الوظيفة ليه؟ نتيجة لزيادة الايه، ها زيادة عدد العمال، مفيش توازن. الرقم اللي بعده، بيانات عن تشريعات العمل. كلمة تشريعات، عندنا قوانين بتحكم أي منظمة، القوانين دي بتكون إلى حد ما في تشابه أو اختلاف بين المنظمات وبعضها البعض، لكن إلى حد ما في قوانين سائدة لهم كلهم، لكل المنظمات داخل كل المنظمات على مستوى الإيه المؤسسات كلها أو المنظمات كلها. الرقم اللي بعد بقول إيه، بيانات عن سياسة التعليم والتدريب في الدولة. طبعا انا جايز النهارده يعني في محاضره في المدرج عن التدريب، قلت يوجد اختلاف بين الدول المتقدمه والدول الناميه بالنسبه لاهميه التعليم، اهميه التدريب. وانا قلت الدول المتقدمه دايما بتهتم بالتدريب اكتر من الدول الناميه، والتدريب دايما بنقول انه بيوفر الوقت والجهد والمال، التدريب بيوفر الوقت والجهد والمال. لكن في بعض الدول الناميه يقول لك لا 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 لا، ده بتضيع وقتنا وفي تكلفه وفي مش عارف ايه والحاجات دي كلها. لكن الدول المتقدمه بتهتم جدا بالمال، بتهتم جدا جدا بالتدريب، بيقول ان التدريب بيوفر الوقت والجهد والمال. نقطه اخرى، بيانات عن الهجره. تعرفون ان الهجره يا ابنائي ممكن تكون داخليه وممكن تكون خارجيه. يعني ايه كلمة هجرة؟ انتقال الافراد من داخل منظمة الى منظمة اخرى، او انتقال الافراد اذا كانت هجرة داخلية انتقال الافراد داخل حدود الوطن، هجرة خارجية انتقال الافراد خارج حدود الوطن بيحكمها قوانين ولوائح. تعرفون الانسان بيهاجر ليه؟ ليه؟ تحت فرصة العمل او زيادة الدخل. فعشان كده بقول مفروض في سياسة للهجرة. تعرفين عشان اخرج لاي بلد اخرى
لابد يكون في فيزا، ولو في مثلا اجراءات رسميه بيحكمها قوانين. لكن انا بنتقل داخل المجتمع من قريه الى قريه، او من ريف من حضر لريف، او من مركز لمركز، او من محافظه لمحافظه، دي ما بيحكمهاش اي لوائح، عادي الواحد بيتحرك زي ما هو عاوز. فالهجره سببها الاساسي هو زيادة، ان انا اتاحت فرصه عمل، وايه كمان زيادة الدخل. وضع الشركات المنافسة، انا قلت من شوية ولاد من كام دقيقة كده، قلت المنافسة مهمة جدا، ولازم لابد ان الشركة بتضع وضع الشركات المنافسة. في شركات منافسة فلابد ان انا اكون ايه، منتجي المنتج بتاعي توفر فيه الجودة اللي هو يكون فيه. ها الجودة يعني ايه؟ الصفرية في الاخطاء، يعني عندي المنتج 100%. المنافسة طبعا لها، زي ما انا قلت يعني اتكلمت عنها من شوية، ان المنافسة لها سلبياتها وايجابياتها. الايجابيات بتؤدي لتطوير الاداء وزيادة الانتاجية. السلبيات، السلبي تؤدي لزيادة المشكلات او اسرع. ماشي يا ابني، نتكلم عن نقطة أخرى، مراحل تخطيط القوة العاملة. 3 نقاط أساسية. أول حاجة خلي بالك، مراحل هيبقى 3 نقاط. رقم 1 التنبؤ بالطلب على القوة العاملة، التنبؤ بالعرض من القوة العاملة، الحصول على تخطيط القوة العاملة فترة زمنية معينة، اللي هي عملية الموازنة بين العرض والإيه؟ الطلب. يبقى احنا عندنا 3 نقاط اساسية. نبدأ بالتنبؤ بالايه، بالطلب على القوة العامة. ايه طرق التنبؤ بالطلب؟ رقم 1 الطريقة الغير كمية، رقم 2 الطريقة الكمية. خلي بالكم من عرض النقاط الاساسية. اول حاجة طرق التنبؤ بالطلب، اول حاجة الطرق الغير كمية، الطرق الكمية. الطرق الغير كمية من خلال مجموعة من النقاط. اول حاجة التقدير على اساس مركز العمل، طريقة التقدير الشخصي، طريقة التجربة والخطأ، طريقة دولفي. دي اهم النقاط الاساسية للجزء ده اللي هي الغير الكمية. طبعا رقم 1 بقول ايه، التقدير على اساس مراكز العمل. كل انسان بيحتل مركزة معينة، مفروض يبقى فيه تقدير معين، زي رئيس، زي مثلا مدير، رئيس مثلا شعبة، مثلا رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة. فعشان كده بيبقى فيه مراكز كثيرة جدا. طريقة التقدير الشخصي للمشرفين، دايما الرئيس بيعمل عملية تقدير أو تقييم للعاملين داخل المنظمة من خلال إيه؟ الجانب السلوكي والجانب الوظيفي وقدرته على الإبداع والابتكار. ممكن عملية التقدير ده إيه؟ ممكن تكون كل 6 أشهر، ممكن تكون كل سنة، تختلف منظمة إلى منظمة إيه؟ أخرى. طريقة التجربة والخطأ، طريقة بدون أساس علمي، يعني انا ممكن اعمل حاجة معينة ومن الخطأ ده اتعلم منه على اساس بعد كده يبقى شغلي 100% وتوفر فيه الجودة. طيب ايه طريقة دول في دي لتقدير الاحداث المستقبلية؟ انت عارفين في احداث معينة ممكن تكون احداث مستقبلية، يعني في الايام اللي جاي، فانا عاوز اعرف ايه هي الاحداث المستقبلية. ممكن تكون طويلة الاجل، ممكن تكون متوسطة الاجل، وممكن تكون قصيرة الاجل. بعرف رأي الخبراء في حاجة معينة، ورأيهم ده ممكن يكون برضو الاحتمال فيه الصواب واحتمال فيه الخطأ، والله أعلم. يعني تنبؤ من خلال خطوات أساسية، حدد المشكلة، بعدين حدد أسئلة أو الاستقصاء. وانت عارفين الاستقصاء أنا قلتها في محاضرة سابقة، مجموعة من البيانات بتنقسم لـ2، البيانات الأولية وبيانات الثانوية. البيانات الأولية خاصة بي
المبحوث نفسه او اللي بيعرض الاسم، العنوان، الحاله الوظيفيه، الحاله التعليميه، الدخل، الديانه، الجنسيه، البيانات السنويه خاصه بموضوع اللي انا بدرسه. بعد كده تحديد مجموعه من الخبراء المشاركين، وبعدين بيبقى في منسق باستقبال الاجابات، وبعدين برسل الحاجات دي كلها، ويكون منسق مره اخرى باستقبال اجابه في الجوله الثانيه لو في اجابه انا برسلها. طيب الرقم التاني احنا قلنا غير كميه، نبدأ في النقطة التانية اللي هي الطرق الكمية، تحليل عبء أو نصاب العمل عن طريق إيه؟ التنبؤ في مواقع العمل المختلفة في المنظمة في فترة زمنية إيه معينة، أحدد الجهد البشري اللازم لتنفيذ هذه الأعمال، زي ما بقول عدد العمالة بيساوي حجم الأعمال على متوسط أداء الفرد الواحد. وعندنا أمثلة في الكتاب كتيرة جدا نحاول نلجأ لها يا أبنائي في الجزء ده. رقم اتنين، طريقة تحليل قوى العمل. تركز أي عملية تحليل قوى العمل على المقارنة بين الأيدي العاملة ومع العدد المطلوب من الأيدي العاملة حسب تحليل العمل، أنا عندي قد إيه ومحتاج قد إيه. ننتقل إلى نقطة أخرى يا أبنائي اللي هو معدل دوران العمل. انا قلت معدل دوران العمل يعني ايه؟ تعريفه، معدل دوران العمل هو يعني ايه، اقولها بابسط ما يمكن، هو انتقال العامل من مكان الى مكان اخر، ممكن يكون داخل منظمة او خارج المنظمة، ممكن يكون بطريقة اجبارية او اختيارية. فدايما اي منظمة ممكن تعمل عملية دوران للعمل، انتقال العمالة من شعبة الى شعبة اخرى، او منظمة من حاجة من جهة الى جهة اخرى حسب احتياجات المنظمة. بس الدوران العمل بقى كل شوية ده بيعمل ايه؟ عدم الاستقرار، ويبقى اداء الانسان غير مميز، مهاراته اقل. طب ايه الاثار المترتبة على ارتفاع معدل دوران العمل لو في بقى كل شوية دوران عمل دوران عمل دوران عمل؟ ايه الحاجات دي كلها؟ اول حاجة زيادة تكاليف الايه، التعيين والاختيار، يعني انا بنقل الواحد لمكان تاني وعاوز عمالة اخرى، هبدأ اعمل مثلا اعلانات، وابدأ اعمل عملية الانترفيو مقابلة واختيار وتعيين، وارجع كده وخلاص، او عملية التدريب، والتدريب ده تكلفة ماشي. بعد كده الاجور، والله اعلم هل الاجر هيكون مناسب زي اللي قبله ولا هيكون اعلى. ده كلها ايه هو معدل ترك العمل، يمكن حساب معدل ترك معدل دوران العمل نحسبها ازاي؟ عدد تاريخ الخدمة على متوسط العدد في 100، يعني لو جبنا اي مثال بيقول ايه، احسب معدل ترك الخدمة الناس اللي تركوا الخدمة في احد الاقسام، وكان متوسط عدد العمال 40 عامل، وعدد ترك الخدمة 4 فقط، نحسبها ازاي؟ نقول معدل ترك الخدمة بتساوي عدد تاريخي الخدمة على متوسط عدد العاملين في 100، يبقى احنا عندنا عددهم 4 لترك الخدمة، المتوسط بتاعهم عندنا هنا كام؟ 40 في 100 بيساوي 10%. عندنا أمثلة متعددة جدا جدا في الكتاب، يا ريت نحاول نلجأ للجزء ده ماشي. نبدأ في نقطة أخرى يا أبنائي اللي هي بعنوان التنبؤ بالعرض من القوى العاملة عن طريق نقطتين أيضا، تحليل قوى العمل وتحليل التغيرات المتوقعة. تحليل قوى العمل الحالية وهنتكلم عنه، وأيضا تحليل التغيرات المتوقعة. في تغيرات متوقعة ايه هي؟ أول حاجة أو رقم واحد، تحليل قوى العمل. يتم تحليل قوى العمل من خلال تحليل القوى العاملة من واقع خبرات الماضي، وإيه معدل التغيير في هذه المؤسسات. ومن أهم وسائل تحليل قوى العمل تحليل المخزون الحالي، وهنتكلم عنه بعد شوية، في المنظمة عن طريق مسح شامل، وهنتكلم عن الأول حاجة تحليل المخزون المنشأة، إزاي أحلل مخزون المنشأة. أول حاجة التأثير على قرارات المنشأة، الكشف عن مناطق الخطر، انت عارفين دايما الخطر
دايما احنا نكشف عن مناطق الخطر اللي هو الأزمة. في خطر يعني في ممكن يكون في أزمة، الأزمة اللي هو حدث المفاجئ، لازم احنا نعمل حساب الحاجات دي كلها. اتخاذ القرارات المتعلقة بالأفراد، يعني في قرارات معينة خاصة بأفراد معينة لابد ان نتخذ فيها قرار. حاجة أخرى مهمة قوي يا أبنائي في الجزء ده، تحديد الكفاءات الإدارية الحالية. احنا عندنا دايما في أي منظمة لابد يكون فيها تقييم، أي منظمة فيها تقييم. التقييم بقولك ممكن يكون لستة أشهر أو كل سنة. فالتقييم بعرف إيه؟ قدرة الفرد من الناحية الوظيفية والسلوكية وقدرته على الإبداع والابتكار. رقم التالي بعده بقى العرض من داخل المنظمة، يعني تحليل إيه الحاجات اللي داخل المنظمة، إيه الاحتياجات المستقبلية أنا ممكن أحتاجها من ناحية نقاط متعددة، عدد الأفراد الموجودين وعدد الأفراد ممكن يستمروا لفترة معينة، وعدد الأفراد اللي ممكن ينقلهم في وظيفة أخرى، وعدد الأفراد اللي هيسيبوا الخدمة خالص. ده النقاط الأساسية بالنسبة للعرض داخل المنظمة. هي طريقة الإيه المخزون، طريقة مخزون المهارات. المخزون المهارات ده إيه؟ بعمل قائمة بها أسماء الموظفين وحدد فيها إيه مؤهلاتهم التعليمية، الخبرات السابقة، الدورات التدريبية، الامتحانات السابقة اجتيازها، ايه طموحاتهم، وبعدين عملية التقدير المباشر. دايما يا ابنائي اكتر المنظمات، كل المنظمات تعمل كده، بيبقى عندها مخزون للمهارات. إيه في سجل كده موجود في كل الاسماء اللي موجودة وايه هي مهاراتهم وقدراتهم وتطلعاتهم. رقم بعد بقول ايه، طريقة نظم المعلومات الآلية. تعرفين يا اولاد ان المعلومات مهمة جدا جدا في اي منظمة. الشركات الكبيرة بتلجأ لإيه؟ دايما في تحليل الموارد المتاحة اللي جوه المنظمة، خلال خبراتهم ومؤهلاتهم والدورات التدريبية اللي حصلوا عليها والحاجات دي كلها. طيب نبدأ حاجة أخرى، العرض المتوقع من خارج المنظمة. طيب بقى إزاي يعني؟ المنظمات بتلجأ إلى تلبية احتياجاتها من العمالة عن طريق طبعا تحليل العرض والطلب داخل الايه المنظمة، وعرف العدد قد ايه والمناسب قد ايه وسوق، وانا محتاج اجيب الناس دي منين، والحاجات دي بنظام معين. رقم ثلاثة ثالثا الموازنة بين العرض والطلب. يعني ايه الموازنة بين العرض والطلب يا ابنائي؟ ان احنا عندنا سياسة داخل المنظمة بيبقى فيها توازن في عدد العمالة داخل المنظمة حسب امكانيات كل، ها حسب امكانيات كل ايه، حسب امكانيات كل ايه منظمة. فاذا كان العرض الطلب اكبر من العرض برضو يبقى فيه مشكلة، نقص في كون العمال، والعكس برضو بيعمل فيه مشكلة. لكن لو في توازن او موازنة بين العرض والطلب يبقى مفيش ايه مشكلة. طبعا هنتكلم عن حالات معينة. الحالة الأولى زيادة الطلب على العرض اللي هو بنسميه عجز. الحالة التانية زيادة العرض على الطلب بيعتبر فائض. الحالة التالتة اللي هو عملية توازن بين العرض والإيه والطلب. زيادة الطلب على العرض اللي هو العكس، انا عاوز حاجات معينة وما عنديش عمالة، نلجأ ليه؟ اعمل ايه علشان عاوز عمالة؟ الجأ لبدائل اخرى اللي هي ايه، اشوف مصدر تاني للتوظيف اقدر منه اوصل للعمالة اللي انا عاوزها. طيب حاجة اخرى، ممكن اوصل المتقدمين للوظائف عن طريق مثلا اغراء معين، مثلا في زيادة في الراتب. في شروط ايضا دايما في الالتحاق باي وظيفة نخفضها شوية. عندنا دايما في اي منظمة عمالة مؤقتة، ممكن نستخدم العمالة المؤقتة.
طبعا مد فترة الخدمة، بدل ما تبقى 60 تبقى مثلا 65. ايه تاني؟ ممكن زيادة ساعات العمل، وايضا تحسين الاجور او الحوافز، والحاجات دي طبعا بتؤدي الى زيادة الانتاجية. الرقم التاني بالنسبة للفائض، عند فائض في العمال اعمل ايه؟ اخفض عدد ساعات العمل عكس الاولاني، تشجيع على التقاعد المبكر. ممكن واحد يوصل ل 45 سنة ويقول لك تقاعد مبكر. تخفيض عمليات التوظيف، يعني بدل ما كل شوية عاوز اعمل اعلان عشان وظائف معينة ما بعملش اعلان. نستخدم برضو العمالة المؤقتة في بعض الأوقات لأنها بتبقى رخيصة الثمن. الرقم اللي بعده، توجيه الفائض في تصنيف وظيفي لعلاج العجز في تصنيف آخر، لعملية التوازن بين العرض والطلب، حتى تكون المنظمة بين هذين الجانبين دون إثارة المشاكل بين الموظفين. لابد يكون عندنا توازن بين العرض والإيه والطلب حسب إمكانية الإيه المنظمة. ولابد أي منظمة بتتبع أسلوب معين، لابد أي منظمة بتتبع أسلوب معين بالنسبة للعرض والإيه الطلب حسب إمكانيات كل منظمة. هعرض مجموعة سريعة كده يا أبنائي بالنسبة لتعريفات الصح. إيه كده؟ هقول مجموعة من الأسئلة في العبارة الصح. أقول إيه؟ السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تخطيط القوى العامل هو تحديد الاحتياجات المستقبلية من الأفراد اللازمين لنجاح المنظمة. هدف أهداف تخطيط القوى العاملة يتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب فقط. ده السؤال اللي بعده، السؤال التالي اللي بعده على طول، نقول إيه؟ إن التخطيط السليم للقوى العاملة على مستوى المنظمة يسهم في سلامة ودقة التخطيط على المستوى القومي، صح ولا غلط؟ أسمع. الاستخدام الأمثل للعنصر البشري بيضمن زيادة درجة الرضا عن العمل، الرضا عن العمل، تعتبر المعلومات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة ودقتها يؤدي إلى الوصول بالمخططين إلى نتائج دقيقة. دي كلها في السؤال الأول، العبارات الصح والغلط. أهداف المنظمة من البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنظمة، بيانات تتعلق بالعاملين، هي البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنظمة. الترقية هي البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنظمة. سوق البيانات عن سوق العمل من البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل المنظمة. النمو السكاني هو حالة التوازن بين العرض والطلب، حالة التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة. مراحل تخطيط القوى العاملة بيشمل التنبؤ بالطلب على القوى العاملة. مجموعة من الأسئلة يا أبنائي، طبعا الوقت غير متاح إن أنا ممكن أقول الأسئلة في العبارات اللي هي اختار بين الأقواس. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة في مادة إدارة الأفراد، احنا كنا النهاردة بنشرح فصل عن تخطيط القوى العاملة. كان معاكم الدكتورة هناء، معاكم الدكتورة هناء أحمد خليل، مدرس بشعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. هو الموضوع النهاردة مش سهل، صعب شوية لحد ما، عاوز تركيز شوية، تسمع المحاضر مرة واتنين وتلاتة. وإن شاء الله يا أبنائي هيبقى في بعض محاضرات في المعهد إن شاء الله مراجعة، لو في أي جزء إحنا مش فاهمينه تم عرض عليا الجزء ده، وأبدأ إن شاء الله أبدأ أوضحه بالتفصيل. الأسئلة اللي أنا عرضتها حاليا النهاردة مش كتير قوي، نحاول نجاوب عليها، وأنا قلت كده يبقى 5 محاضرات نكتبها كلها ويتم عرضها عليا إن شاء الله في المدرج في المحاضرة الإيه القادمة. وطبعا يا أبنائي أتمنى لكم مستقبل باهر، وأتمنى الكل يذاكر من يعني يبدأ مذاكرة، ومذاكرة جدا 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 على أساس إن احنا نجيب تقديرات كويسة. و المادة إدارة الأفراد مادة كويسة، يعني مش صعبة قوي،
لكن هي عاوزة مذاكرة، ذاكرة عشان يجيب تقدير كويس. واتمنى لكم طبعا يا ابنائي الفرقة الثالثة شعبة الإدارة والمحاسبة بالمعهد العالي لإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ مستقبل باهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.